بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وصلنا باب ولن نعرف أنت منا من بعد الضراء ما ستقول يقول من هذا لي. نعم قصة ذكرني هذا الحديث ثلاثة من بني إسرائيل. هذا الحديث حديث طويل ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في فوائد كثيرة. المقصود من تبويب المؤلف هو شكر النعمة وكبر النعمة على ما تقدم. نركز المؤلف رحمه الله تعالى في هذا القسم على كبر النعمة. من يعرف ما هو الفرق بين الأعمى وصاحبه؟ ما هو الفرق؟ من يعرف؟ الرواية واضحة الآن. حديث الثلاثة من بني إسرائيل، قصة الثلاثة من بني إسرائيل، أبرص وأقرع وأعمى. فأراد الله أن يبتليهم. أولا النبي صلى الله عليه وسلم يقص علينا قصص الأمم السابقة، هل هو من باب القصص؟ لا، من باب العبرة والاتعاظ حتى لا نسلك الذي سلك. فأراد الله أن يبتليهم، هذا فيه أن النعمة ابتلاء. فأرسل إليهم ملكا، هذا فيه أن الملائكة تشكل على صور بني آدم، لكن هذا ليس إليهم لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما أمرهم. فأتى، هذا فيه أنه لا يلزم يلزم الإنسان الرضا بالقضاء والقدر، ولا يلزم الرضا بالمقدر. كيف؟ يعني يمرض إنسان يذهب إلى الطبيب يصح صح ولا إشكال، لكن عندما يعترض على قضاء القدر يقول لماذا أمرض أنا؟ هذا هو الاعتراض على قضاء القدر، يعني يذهب يتداوى لا إشكال. مفهوم؟ باقي الفوائد تأتينا إن شاء الله. ما الفرق بين الأعمى وصاحبه؟ من يعرف؟ في الرواية أبرص وأقرع وأعمى. فأراد الله أن يبتليهم. بسم الله. كقول قارون إنما أوتيته على أعمى، قال ورثت المال كابر عن كابر ولم يسلم الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. أجلس. غيرها. فرق مهم جدا أخذناه في القواعد الأربعة. الفرق أن الأبرص والأقرع قبل أن تأتي النعمة لم يكن لديهم تعلق بالله، ويذهب عني الذي قد قدر الناس به. الأعمى قال أي شيء أحب إليك؟ ماذا قال في الرواية؟ أن يرد الله، لا ملك لا نبي لا غير، تعلق بالله. لا، هذا قبل أن تأتي النعمة. إذن هناك فرق في الرواية، يعني فرق في قصة هذا أي الأعمى وصاحبه. صاحبي الصحبة تطلق على مطلق المشاكل، صاحبي لأنهم أصحاب في الابتلاء، كما أن هذا صاحب لهذا وهذا لا يعرف، لكن أصحاب في الدورة، وهذا صاحب لهذا لأنهم من بلد واحد مثلا. نعم. إذا قبل أن تأتي النعمة، وهذا تقدم معنا، لا بد من التعلق بالله لا بغيره، لا وزراء لا كذا، أن يرد الله عليه الصلاة. بعد أن جاءت النعمة كان نسأل الله السلامة والعافية من صاحبيه الإنكار، إنكار بالقلب وباللسان وبالجوارح. الملك جاء في صورته وفي هيئته، يذكر باللسان ويذكر بالهيئة. ما تذكر، وما تذكر جحد. الحقوق كثيرة، هذا يعني هذه إجابة بعض الناس أدان الله، يقول والله عندنا التزامات وكذا. طيب، قال كأني أعرفه الآن، يذكره بصريح العبارة، ألم تكن كذا وكذا؟
أنكر بالقلب وباللسان وبالجوارح، ما أعطاه شيء، وقال إنما ورثت هذا المال كابر عن كابر، قال نحن لا نعرف إلا الغيب. جحد النعمة، هذا مهم. وفيه جواز التنزل مع الخصم، الملك يعرف أنه كاذب، ما قال له أنت كاذب، دعا عليه دعاء معلق، جواز الدعاء المعلق، إن كنت كاذبا فسارك الله ما كنت. أيضا عندنا فرق في الرواية في بين هذا طلب الإبل وهذا طلب البقر وهذا طلب الغنم، فيه فضيلة الزهد وأنها تجر إلى ما يحمد عقباه، لأن الثالث الأعمى زاهد كان اختار ماذا؟ أقل بهيمة الأنعام وهي الغنم. مجرد أن جاء له في صورته وهيئته الأعمى قال له قد كنت أعمى، فرد الله عليه بصر، شكر واعتراف بالنعم، قلب إساء وجوارح، قال فخذ ما شئت ودع ما شئت. فكان لهذا قال وادي، ما معنى وادي؟ يعني إذا مشت هذه الإبل والبقر والغنم تسد ما بين الجبلين، يعني الآن عندك هنا جبل وهنا جبل، إذا مشت تسد الوادي بأكمله، هذه من كثرتها، يعني شيء كثير، مال كثير جدا. قال خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، تأخذ لله خذ، لغير الله لا. قال أمسك عليك مالك، فقد رضي الله عنك، لو تنفق أموالك كاملة وتنال هذا والله كأن ما أنفقت شيء، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك. إذن ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث للعبرة والاتعاظ ومعرفة أن النعمة ابتلاء، ولا بد قبل النعمة من تعلق وبعد النعمة من شكر قلب ولسان وجوارح. نعم. فلما أتى مصالحا كذلك، هو الذي خلقكم من نفس واحدة، نفس واحدة آدم عليه الصلاة والسلام، وخلق منها زوجها حواء، خلقت من ضلع آدم عليه الصلاة والسلام ليسكن إليها، سكون شهوة وسكون مودة ورحمة، سكون شهوة وسكون مودة ورحمة، لأن الشهوة لا تنطفئ إلا في الحلال، إما نكاح أو تسري بشروط. ليسكن إليها فلما تغشاها، أي جامعها. نصوص الكتاب والسنة كناية عما يستقبح ذكره، ولن تجد نص واحد في كتاب أو سنة صحيحة فيها ذكر ما يستقبح ذكره أبدا، إلا في باب واحد، باب القضاء. القاضي يقول لمن رمي بكذا وكذا، يقول صنعت كذا، لأنه ماذا يريد؟ يقيم على الحد. فنصوص الكتاب والسنة كناية عما يستقبح ذكره، وهذا فيه ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تفسير قول الله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين اتبعوا الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. قال بعض أهل التفسير أي في شأن النساء، ذكر النساء بدأت النفوس تشتاقك، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر هذه المسألة، يقول أن الإنسان إذا ذكر له طعام اشتهى وتاقت إليه نفسه، كيف بذكر النساء؟ وهذا فيه رد على القصاص الذين يذكرون القصص
وبعض الخطباء عندنا وإياهم يذكر أنه فلان التقى بفلانة وصفها كذا وكذا وصنع معها كذا. لا يمكن أن يكون هذا وعد. لماذا؟ لأنه من لم يتعظ بالكتاب والسنة فلا وعد. نعم، فقد يكون هذا في صورة الوعد. ماذا يصنع؟ يصنع بك، يثير عندك الغريزة ولا تستطيع أن تطفي هذه الغريزة إلا في محرم. من السبب؟ السبب الواعظ في صورة الواعظ، لكن وعظ بغير ما جاء في الكتاب والسنة. كذلك ذكر الذي سأل عنه الأخ، ذكر المنكرات على وجه التحذير. يأتي هذا يقول والله يا شيخ عندنا في بلادنا يصنع كذا ويصنع كذا ويصنع كذا، في يوم كذا يجتمع النساء ويصنع ويصنع وكل شيء بالمجان. يسمع هذا المسكين ويذهب ويقع في محرم. من السبب؟ السبب هذا في صورة الوعظ وفي صورة إنكار المنكر. صحيح، والبعض يأتيك ويقول والله يا أخي الله المستعان، مرة اليوم بجانب الملك لله. طيب أنت مفتون ونظرت إلى مرأة وكذا، لماذا تفتن غيرك يا أخي؟ تقول له والله نظرت وكذا، يعني تعصي وتجاهل. فما العلاج؟ هذا المهم عندنا، ما هو العلاج لهذه الأمور؟ العلاج أولا توحيد، ثانيا الدعاء، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وارني بفضلك عن من سواك، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. قراءه سوره يوسف عليه الصلاه والسلام تتعب، زياره القبور تذكر الاخره، غض البصر، الصيام، تقليل من الطعام والشراب. نعم العزوبي لا ياكل لا يشرب، اين المشرك؟ نعم العزاب هؤلاء لا تكثروا عليهم الطعام والشراب، تقللوا عنهم. اي نعم المفروض هذا، يقلل عنهم الطعام والشراب، النظر، الذهاب الى اماكن يعني شر البقاع، الاسواق مثلا. اي نعم الصحبه الصالحه، صحبه صالحه كذلك لها دور. من استطاع منكم الباء فليتزوج، الحمد لله، والذي لا يستطيع يصوم، يقلل من الطعام ومن الشراب، لا ينام إلا وهو متعب إلى أقصى حد، يعني أكتب الاختبارات 20 مرة. نعم، ولا تكون وحدك، لا دخول إلى الشبكة أو عبر وسائل الاتصال الآن إطلاقا، إلا عند الضرورة تأتي إلى الأخ وتقول أريد أن أنظر إلى كذا أو رأس الأخي وهو يشاهد، أو يوضع الكمبيوتر في مكان واضح في البيت. تتذكر أن الله سبحانه وتعالى يعوض خير مما شرفت. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: من ظن أن العبد إذا ترك شيئا لله لم يعوض الله سبحانه وتعالى خيرا منه فقد ظن بالله ظن السوء. يتذكر العبد أنه بالمعصية، الزنا دين، نعم، وكما تدين تدان، كان الوفاء من أهل بيتك فاعلم. أي نعم، تتذكر أنه بعد يعني سنين وكذا سيكون عندك بنات وعندك زوجة وعندك ذرية. كذلك يعني من العلاج أن الإنسان يحرص على غض البصر وحفظ الفرج وحفظ العورات. نعم، وخاصة ممن يعني هو أمرض، يعني يحافظ ولا يمكن أن يبدي شيء من جسده.
نعم. فهذه أمور إخواننا يعني لابد أن يتعاطاها الإنسان وأن يعني يتقي الله سبحانه وتعالى. هو هذا أول شيء ذكرناه، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قلنا خلق الإنسان ضعيفا يغشى النساء ليسكن إليها فلما تغشاها جمع مر حملت حملا خفيفا، أي في أول الحمل، في أول الحمل حمل خفيف، فلما أثقلت في الأشهر الأخيرة دعوا الله ربهما، جمع بين الربوبية وبين الألوهية، لأن الدعاء يتعلق بجانب الربوبية وجانب الألوهية. دعوا الله ربهما لأن أتيتنا صالحا. صالح في ماذا؟ صالح في الخلق وصالح في الخلفة. لنكونن من الشاكرين. في الغالب أنه أكثر الناس دائما يتمنى قبل أن تأتي النعمة، يقول يا رب هيئ لي من يدرسني التوحيد وتنظر ماذا أصنع وأحفظ وأراجع وكذا. جاءت الدورة وبدأ التلاعب وترك الأسئلة وترك الاختبار، وهذا توسط ولم ينفع شيء. يا رب يسر لنا إزالة الطاغية وكذا ونخرج وتنظر ماذا أصنع، صح؟ هنا بهذه الآية وغيرها من الآيات استدل العلماء رحمهم الله تعالى ومنهم شيخ الإسلام على تحريم النذر، لأنه دائما ينذر ويتمنى وبعد أن يحصل له المطلوب لا يفعل في الغالب. ومنهم من عاهد الله لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، أي والله لنكونن من الشاكرين. كفر النعمة هنا تأتيك. فلما أتاهما صالحا حصل المطلوب الآن، جاء الولد الأصل أن يقوموا بشكر النعمة فقط سبحانه وتعالى. فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء، إما أن يضيفوا سلامة هذا الولد إلى الأطباء، يقول والله سلم الولد كاد أن يموت، والطبيب والطبيبة والقابلة والممرضة حاذقة ونجى الولد، هذا شرك أصغر. أو يقول أن الإجابة المولود الولد الفلاني شرك أكبر. أو يقدم محبة الولد على محبة الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، جعل له شركاء فيما أتاهما. فتعالى الله عم تعالى إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، العلو في الذات والعلو في الصفات. فتعالى الله عما يشركون، ولم تكن الآية إشركان، لأن هذا الأثر الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر الشيخ بن عثيمين رضي الله تعالى لا يصح فيه حديث مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. طيب فتعالى الله عما يشركون. إذن ساق المؤلف رحمه الله تعالى وذكر هذه الآية لبيان كفر النعمة. يبقى معنا ما أورد المؤلف في أن العلماء رحمه الله تعالى اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، عبد شمس وعبد نوفل وعبد الكعبة وعبد الحسين وعبد الرضا وعبد عبد عبد عبد، حاشا يعني إلا استثناء، إلا عبد المطلب لم يتفقوا عليه، اختلفوا فيه، والراجح التحريم. لماذا؟ لو قال لك قائل يصح التسمي والتعبيد بعبد المطلب لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، تقول أنت من الذين سمى الله لنا تتبع المتشابه وتترك المحكم، وعندنا نصوص محكمة بين لا يمكن أن نعبد الأولاد إلا لله، صح؟ هذا رد مجمل يعرف كل أحد. الرد المفصل الأول أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، هذا ما عرف به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مضى وانتهى، والكلام في باب تسمية الأولاد لا في باب الإخبار. الثاني أن عبد المطلب هذا ليس باسم، هذا لقب،
عبد المطلب اسمه شيبة الحمد. هذا شيبة الحمد وضع عند أخواله على ما هي عادة قريش أنهم يجعل الأولاد يضع في خارج مكة، لأنه مكة أتي الحجاج وكذا وخافوا عليه من الأوباء حتى يتعلموا اللغة ويتقوا، فوضعوا في المدينة عند أخواله بن النجار. ثم جاء المطلب إلى المدينة وأخذ شيبة الحمد ووضعه خلفه. تغير من الطريق، هو أبيض لكن تغير في الطريق وصار فيه نوع سمرة. قريش لا تعرف شيبة الحمد، أهل مكة لا يعرفون شيبة الحمد. فقالوا من هذا؟ قالوا هذا عابد. قال عابد لمن؟ قال عابد للمطلب. فألصق به هذا اللقب عابد للمطلب، عبودية رق. وأنت عندما تقول عبد المطلب قد تريد عبودية عبادة. ثم هل أقر النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة بهذا الاسم؟ لا، بل غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء الصحابة، عبد الشمس وعبد الكعبة وعبد كذا. بهذا كله بإذن الله يزول الإشكال. في ثم ولد الآن يا أخي عبدوا لله، لماذا تعبدوا للمطلب؟ صحيح؟ نعم. طيب بعد هذا ولله الأسماء الحسنى، لله تقديم ما من حق التأخير يدل على الحصر، لله لا لغير. الأسماء من السمة ومن السمو، من السمة. ما الفرق بينه وبين الأخ؟ الاسم. ومن السمو لأن الإنسان يرتفع باسمه، تسميه علي وخالد وعبد الله وعبد الرحمن، صحيح. ما تسمي وضيع وحقير وفاسد وطالح، ما يمكن. ولله الأسماء الحسنى أي البالغة في الحسن أكمل، فادعوه بها دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء مسألة تقدم بيد السؤال الاسم المناسب، تقول يا رحيم ارحمني، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اللهم أنك عفو تحب العفو عفو عنك. ودعاء عبادة تتعبد لله بمقتضى الأسماء، سميع تحرص أن الله سبحانه وتعالى لا يسمع منك إلا ما يرضى، بصير لا يراك حيث نهاك. وعلى هذا فادعوه بها وذروا اتركوا، وذروا الذين يلحدون يشركون ويدخلون فيها ما ليس منها. وتقدم معنا الإلحاد في الأسماء، أن ينكر الأسماء كلها أو يثبت الاسم ينكر الصفة، يجعلها دالة على التمثيل، يشتق منها أسماء الأصنام، سموا اللات من الإله والعزة من عزيز ومنا من اسم الله المنان، أو يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، علة فاعلة وقادر على اختراع، وثالث ثلاثة سوزون ما كانوا يعملون، وعيد شديد. نعم. باب لا يقال السلام على الله. باب لا يقال السلام على الله. ماذا نقول؟ من يعرف؟ سبحان الله. باب لا يقال السلام على الله. إذا ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ طيب التحيات لله والصلوات والطيبات. تشهد، كنا إذا كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام قلنا السلام على الله، الله يفتح عليك. نعم. لماذا لو قال السلام على الله؟ لأن الله هو السلام، ولا يدعى لشيء السلامة إلا هو قابل النقص، والله سبحانه وتعالى منزع عن كل نقص معين. مفهوم؟ إذا ماذا نقول؟ نهينا عن أن نقول السلام على الله من عباده، نقول التحيات أي كل تحية لله، والصلوات الفريضة والنافلة والدعاء، والطيبات كل طيب لله، والله هو الطيب ولا يقبل إلا طيب. نعم. بعد قول اللهم اغفر لي، هل يصح أن يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني إن شئت؟ لا، يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، يجزم ويقطع ولا يستثنى. اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، يقول الله يهديك، ما يقول الله يهديك إن شاء الله. مفهوم؟ نعم. إذن النهي عن الاستثناء في الدعاء. لماذا؟ لأنه كأنه هذا مستغني عن الله، يقول إن شئت اغفر لي وإن شئت لا، أو كأن لله مكره أو أحد يمنع من العطاء، أو
أن هذا الأمر عظيم على الله، يقول إن استطعت تغفر له اغفر له، أسباب ثلاثة. لذلك جاء النهي عن الاستثناء في الدعاء، تقول اللهم اغفر لي وارحمني. نعم. باب لا يقول عبدي وأمتي. باب النهي عن قول عبدي وأمتي، يعني هذا في إذلال للعبد. ماذا تقول؟ فتاي وفتاتي وغلامي. نعم. بعد هذا. باب لا يرد من سأل. هذا التحريم. عبدي وأمتي التحريم. نعم. باب لا يرد من سأل بالله. باب لا يرد من سأل بالله. أولا، ما حكم السؤال؟ تسأل الناس. ما حكم السؤال؟ من يعرف؟ عند العمود. هذا المتكئ. نعم يا أخي. محرم أو مكروه؟ الله يفتح عليك. لا يسألون الناس إلحاد. محرم أو مكروه؟ محرم أو مكروه يا أخي؟ بعض العلماء يقول إنه محرم، بعضهم يقول مكروه. مفهوم؟ حكم السؤال محرم أو مكروه. وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقط، صلى الله عليه وسلم. إذن حكم السؤال محرم أو مكروه؟ لا يسألون الناس إلحاد. لا تسأل عن أشياء إن تبدأ لكم تسأل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال. مفهوم؟ اجلس. حكم السؤال محرم ومكروه. ما معنى السؤال بالله؟ السؤال بالله أن يسأل، سؤال بالله بالصيغة، أسألك بالله، هذا بالصيغة. أو سؤال يبيحه الشرع، فالجاهل يسأل العالم، والفقير يسأل الغني. هذا معنى السؤال بالله. ما حكم إجابة من سأل بالله؟ يعني أنا آتي وأقول لهذا أسألك بالله أن تعطيني كذا. هذا علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد، لأن السائل سألك بعظيم، سألك بمن؟ بالله. فإذا سألك بالله، إذا كنت عظيم الله تجيب، إلا في حالتين. الحالة الأولى أن يكون في هذا ضرر على المجيب، يعني يأتي هذا إلى هذا وقال أسألك بالله أن تعطني النظارة، طيب هذا ما يستطيع أن يصل إلى باب المسجد، صحيح؟ أو تعطني البطاقة أو جواز السفر، أو إعانة على منكر. فجاء رجل لهذا قال أسألك بالله أن تعطني 5 ليرات. لماذا؟ قال مصدع، تعبان، صداع شديد، أريد أشرب دخان. جزاك الله خيرا. تعطين؟ نعم يا أخي، لديه صداع شديد. قال تعبان منذ 4 ساعات لم أشرب شيء، ما يعطي. طيب ماذا يصنع؟ قال أنا ما أريد دخان، أريد أن تشتري لي طعام. تعطيه مال؟ لا، تذهب به إلى البقالة وتشتري له. مفهوم؟ نعم، لقد يستخدمه في الدخان أو في المخدرات. طيب، إذا ذكرنا حكم السؤال محرم ومكروه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال، ومعنى السؤال بالله أن يسأل بالصيغة، أو سؤال يبيحه الشرع. حكم إجابة من سأل بالله، الأصل أن تجيب هذا السائل، لأن هذا فيه تعظيم بالله، إلا إذا كان فيه ضرر أو إعانة على منكر. نعم. باب لا يسأل وجه الله إلى الجنة. ناسب أنه بعد أن ذكر هذا الباب أن يذكر لا يسأل بوجه الله إلا الجنة أو ما يؤدي إليها. وهذا الحديث في إثبات صفة الوجه لله، وسيأتي معنا أن أهل السنة والجماعة يثبتوا لله سبحانه وتعالى وجه حقيقي لإخجارات عظمته لا ماثل وجه مخلوقه. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة غاية المطار. اللهم إني أسألك بوجهك أن تدخلني الجنة، اللهم إني أعوذ بوجهك من النار. يصح؟ يصح أو لا يصح؟
لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. اللهم إني أعوذ بوجهك من النار. يصح أو لا يصح؟ لماذا يصح؟ لأنه هذا يؤدي إلى الجنة. طيب سأل الله سبحانه وتعالى بوجهه أثاث جميل أثث به المنزل لزواج سعاد. لماذا؟ هذا ما يؤدي إلى الجنة. نعم تحرّاش. طيب بعدها باب ما جاء في اللو أي استعمالات لو. لو لها استعمالات ستة. كم؟ ست استعمالات تعيد علي عند الباب. الأول أن تستعمل لو في الاعتراض على الشرع، في الاعتراض على القدر، في باب التحسر والندم، في باب الاحتجاج بالقضاء والقدر على المعائب لا على المصائب. هذه الاستعمالات الأربعة كلها محرمة. في التمني فهذا فيه تفصيل بحسب المتمنى. السادس خبر محل. من يعيد؟ تستعمل في الاعتراض على الشر، اعتراض على القدر، في التحسر والندم، في الاحتجاج بالقضاء والقدر على المعائب لا على المصائب. هذه محرمة. استعمالات أربعة. الخامس في التمني بحسب المتمنى، خبر محض جائز. من يعيد؟ ما شاء الله. نعم الأول اعتراض على الشرع. اعتراض على الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجيش بالخروج إلى أحد، وحصل ما حصل من هزيمة لحكمة أراده الله. أهل النفاق ماذا قال؟ لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هؤلاء. هذا اعتراض على تشريع النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني اعتراض على القضاء والقدر. هذا الأخ يريد الخروج، تقول لا تخرج، خرج وحصل له حاجة، تقول لو سمعت كلام ما حصل لك حاجة. هذا ايش يقول؟ قل لا، هذه لو محرمة. مفهوم؟ نعم. أسباب الثاني. الثالث تستعمل لو في التحسر والندم. هذا ما أخذ مصحف، قال لو بكرت في حضور المصحف، لو أنني فعلت كذا لكان كذا. إيش يقول؟ إيش المفروض يقول؟ قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، إن لله وإنا إليه راجعون. طيب الرابع في باب الاحتجاج بالقضاء والقدر على المعائب لا على المصائب. يشرب خمر، عالم بالله، يا أخي لماذا تشرب خمر؟ قال لو شاء الله ما شربت الخمر. ماذا تصنع به؟ تضرب حتى يغمى عليه. فإذا فاق قال ليش تضرب؟ تقول لو شاء الله. نعم. اقتنع الحمد لله، لم يقتنع تعطي. هذا من باب توضيح لا من باب تبي آخر. جزاك الله خير. وقلنا أن رفع سارق الأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأمر أن تقطع يده، فجاء الأمير المؤمنين قال يا أمير المؤمنين أتلومن على شيء كتب الله علي؟ إنما سأخذ بقضاء. قال نحن لا نقطعك إلا بقضاء. أتلومن على شيء كتب الله؟ أجابوا بنفس الحجة. هذه استعمالات حرم. خامس تمني. هذا الأخ يمر في الطريق ويرى إنسان يتصدق بأمواله في طاعة الله وكذا، يقول لو كان لي مثل هذا لفعلت كذا. فهما بنيتهما فأجرهما سواء. هذا لو استعملت لو هذا مستحب. الثاني يتمنى غير هذا فهذه حرم. نعم. القسم السادس خبر محل. قال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. لم يكن ندم ولا تحسر، لا يمكن يكون هذا. مفهوم؟ هذا خبر محل. مفهوم؟ والله أعلم. إذا استعمالات لو كم؟ ست. شرع، قدر، تحسر، ندم. ماذا يقول بدل التحسر الندم؟ قدر الله وما شاء فعل. أن تستعمل لو
في الاحتجاج بالقضاء والقدر على المعاصي لا على المصائب. واحد واحد. تمني بحسب المتمنى خبر. نعم. باب سب الريح. سب الريح مثل سب الدهر. يسب الريح على اعتقاد انها مؤثره بذاته شرك اكبر. يسب الريح لانها محل الشيء الذي يكره سفه ونقص في العقل حرام. خبر محض يقول هذه الريح ريح قويه عاتيه قلعت الاشجار وخربت الديار انا لله وانا اليه راجعون. يصح. ماذا يقول اذا راى الريح؟ يسبها؟ لا. اذا ماذا يقول؟ اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به وأعوذ بك من شر وشر ما فيها وشر ما أمرت به. فتح الله عليك. عادة الشرع إذا أغلقت باب المحرم فتحت باب الجنة. نعم. باب في قوله تعالى يظنون بالله غير حق. يظنون بالله. إن شاء الله لغدا نراجع الأبواب هذه كاملة في القسم التاسع ونختم إن شاء الله تعالى غدا. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق.